بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شباب صف الأول الثانوي مدارس الشعر على نظام مقررات، إن شاء الله ندرس اليوم الفصل الخامس المول. الدرس الأول طبعا قياس المادة، طبعا دي اسمها استراتيجية مثلث الاستماع. طريقة التنفيذ، بيتم تقسيم الطلاب لمجاميع ثلاثة عشان يكون عندكم فكرة بس على مثلث الاستماع أو استراتيجية مثلث الاستماع. تقسيم الطلاب لمجاميع ثلاثة، الطالب الأول يشرح الفكرة أو المفهوم، والتاني مستمع ويطرح الأسئلة على الطالب الأول، والطالب الثالث يراجع ويسجل ما يحدث ويقدم تغذية راجعة بين الإيه بين الاثنين. وبعد كده تبادل الأدوار، اللي بيطرح اللي كان مستمع يصبح إيه هو اللي يشرح، يعني إيه التلاتة يقوموا بنفس الإيه المهمة الأولى. طيب دلوقتي ناخد الفصل الخامس. الفكرة الرئيسية للفصل الخامس قال لك يمثل عدد أو يمثل المول عددا كبيرا من الجسيمات المتناهية في الصغر، وتستعمل في حساب كمية المواد. وتستعمل في حساب كمية الإيه المواد. لو رجعنا هنا هنشوف إيه هو المول. قال لك المول تسمى وحدة النظام الدولي الأساسية المستخدمة لقياس إيش كمية المادة. يبقى إيه هو المول؟ قال لك وحساب بيستخدم في النظام الدولي لقياس كمية الايه كمية المادة. طيب المول، تعريف المول ايضا، قال لك هو عدد ذرات الكربون 12 في عينة كتلتها 12 جرام من الكربون، من 12 ايه كربون. يبقى ده تعريف المول. يبقى هو تعريف المول قال لك هو عدد ذرات الكربون 12 في عينة كتلتها 12 جرام من الايه الكربون، او هو كمية المادة التي تحتوي على عدد ايه افوجادرو من اي صنف من الوحدات. يبقى انا عندي تعريفين للمول. التعريف الاول هو عدد ذرات الكربون 12 في عينة كتلتها 12 جرام من الكربون، او كمية المادة التي تحتوي على عدد افوجادرو من اي صنف من الوحدات. وعدد افوجادرو يا شباب تم الاتفاق عليه هو 0.2 من 114 أس 23 أس 23. ده طبعا اتفق عليه أن المول الواحد من أي مادة بيحتوي على الرقم ده يا شباب، من الجسيمات المكونة لإيه لهذه المادة أو لهذه الشيء. وده اسم العالم إيه أفوجادرو. ده اسم العالم إيه أفوجادرو. طيب نرجع هنا، بيقول لك ألعاد بسيطة المجموعة لطرح الفكرة العامة لهذا الفصل. أحضر معك كيس يحتوي على أعداد متساوية من ما العام المشترك بينهما، طبعا من النقود. تحتوي على العدد نفسه من القطع الإيه المعدنية، تحتوي على نفس القطع منهم إيه من القطع المعدنية. طب ما وجه الاختلاف بينهما باستثناء قيمتهم، إيه وجه الاختلاف؟ طيب كتل كل مجموعة، كتل كل إيه مجموعة، هتلاقي الكتلة دي غير الكتلة دي غير الكتلة دي. خلاص يا شباب. ما الطرائق الأخرى التي يمكن عد المواد بسيطها ليسهل عدها بالمجموعة بدلا من القطع النقدية؟ طبعا في بعض الأشياء مثلا بالدرزن وبعض الرصاص برضو، وأما الأحذية فتعد بالأزواج، يعني بتختلف من من مادة لإيه لأخرى. تفسير الأهداف، كيف أو تفسر كيف يستخدم المول بشكل مباشر لعد جسيمات المادة. يبقى أنا بستخدم المول لعد جسيمات المادة التي بداخل المادة. بعد كده ربط المول بوحدة عد يومية شائعة، إن أنا بربط المول بوحدة عدة عد يومية شائعة. بعد كده تحويل بين المولات وعدد الجسيمات، إن أنا أقدر أحول بين المولات وعدد الجسيمات. في قانون يا شباب بيقول لك إن عدد الجسيمات يساوي عدد المولات ضرب عدد أفوجادرو، أو عدد الذرات يساوي عدد المولات ضرب عدد أفوجادرو، أو عدد الأيونات يساوي عدد المولات ضرب عدد أفوجادرو. دول تلات قوانين بنفس الطريقة. طيب التركيز، الفكرة الرئيسية، قال لك يستعمل الكيميائيون المول لعد الذرات والجزيئات والأيونات اللي أنا لسه قايل لك عليها من شوية، وحدات الصيغ الإيه الكيميائية. بعد كده قربت مع الحياة،
هل حاولت يوما أن تعد المقاعد الموجودة في صفك؟ وهل خطر ببالك يوما أن تعد حبات الأرز في كيس الأرز؟ لعلك لاحظت أنه كلما صغرت المادة أصبح عدها أصعب، يعني كل ما تصغر المادة يا شباب يكون العد بتاعها إيه أصعب، وبالتالي أنا عندي دلوقتي مبالغ بالذرة بدخلها أصلا الأيونات والجزيئات والجسيمات دي كلها، فبالتالي العد هيكون إيه أصعب. خلاص يا شباب، طبعا هنا ممكن استخدم ثلاثي ورباعي وسداسي وما الى ايه الى ذلك، بعد الايه الجسيم. طيب ايه هو تعريف المول؟ زي ما خدنا من شوية، المول تسمى وحدة النظام الدولي الأساسية المستخدمة لقياس كمية الايه المادة. المول تعريفه ايه؟ المول بأنه عدد ذرات الكربون 12 في عينة كتلتها 12 جرام من المادة. وخلال سنوات عديدة تم الاتفاق على أن المول الواحد من أي مادة أو من أي شيء يحتوي على كم يا شباب؟ على 6.2% ضرب 10^23 من الجسيمات المكونة لهذا الشيء، مثل عدد الذرات والجزيئات والأيونات ووحدة الصياغة الكيميائية. طيب قلت لك خلاص عدد أفوجادرو بيساوي الشكل ده اللي هو 6.22 × 10^23، وهو بالشكل ده يا شباب، يعني أس 23 معناه قدامه كام صفر؟ 23 صفر، 23 ايه صفر. ده قيمة عدد مين يا شباب؟ ده قيمة عدد ايه أفوجادرو. نتوقف إن شاء الله ونكمل الحصة القادمة المسائل إن شاء الله.